نوع من السمك يبيض اللؤلؤ الأسمر والأحمر والأبيض. هذا اللؤلؤ لا يستخدم للزينة، بل هو طعام للأغنياء والرؤساء والملوك. يستخدمه أشهر النجوم في العالم للحفاظ على البشرة. سعره لا يلائم الطبقة الفقيرة ولا حتى المتوسطة في المجتمع. هذا البيض الثمين مصدره مبيض سمك الحفش. ليس من السهل تربية هذا النوع من الأسماك، كما من الصعب الحصول على سمكة الحفش لأنها باختصار مهددة بالانقراض. البيض الأغلى في العالم. يطلق عليه الكافيار، هو نوع من بيض السمك الذي يستخرج من 7 أنواع فقط من أصل 29 نوعا من سمك يتبع للفصيلة الحفشية. يوجد أنواع عدة من أسماك الحفش، حيث يعيش بعضها في بحيرة بايكال وأنهار روسيا وبحر آزوف، ويصل طوله إلى 8 أمتار، على عكس سمك الحفش الصيني البالغ 4 أمتار الذي يستوطن البحر الصيني الشرقي والجنوبي. فكلما كانت أنواع هذه الأسماك أصغر، يزيد سعرها وسعر كافيارها. هذه الفصيلة من الأسماك التي اكتشفت قبل مئات السنوات أصبحت مهددة بالانقراض، فالبحيرات والأنهار تفتقد كثيرا لهذا النوع من السمك نتيجة صيده بشكل جائر. لذا أصبح حديثا يربى في مزارع مخصصة في بعض دول العالم، وتستغرق هذه العملية سنوات طويلة، إذ يفحص بعد 5 أعوام عبر جهاز السونار لتمييز الذكر والأنثى منهم. تكلف تربيتها وإطعامها آلاف الدولارات، ويتم عمل فحوصات لها بشكل دوري للتأكد من سلامة الإناث وصحتها ولمنع انقراضها، ويعمل المختصون على تخصيب بيضها داخل المختبرات بهدف إنتاج عدد كبير منها. يعمل المختصون داخل مختبر لاستخراج البيض الباهظ الثمن، حيث تحضر السمكة إلى المكان قبل وضع بيضها ب3 أيام، وهنا يفتح المختص بطن سمكة الحفش باستعمال المشرط لإخراج مجموعة كبيرة من البيض. فهذه المرحلة الأولى التي يتم فيها جمع الكافيار من عدد من أسماك الحفش، فهو يحتاج ل5 كيلوغرامات من البيض، ومن ثم ينتقل العاملون لمرحلة اختيار بيض ناضج وصالح عبر جهاز الميكروسكوب وباستخدام أدوات الجراحة. فمن هذه الكمية يحصل على كيلوغرام من الكافيار. قبل القرن 19 كان بيض سمك الحفش طعام الفقراء نتيجة توفره بشكل كبير وانتشار هذه الفصيلة من الأسماك في البحيرات والأنهار، ولكن مع مرور الأعوام أصبح من النادر الحصول عليه وارتفع سعره بشكل جنوني. فالكيلو الواحد من الكافيار الأبيض يعادل سعر كيلو الذهب الأصفر. يحصل الأغنياء على الكافيار ألبينو من سمك الحفش الأبيض الذي كان يعيش عدد كبير منه في بحر قزوين، ولكن هو الآن مهدد بالانقراض ولم يبق منه إلا أعدادا قليلة. ويربى سمك الحفش الأبيض في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في مزرعة تحتوي على مياه نقية جدا، إذ يتم تنقيتها من خلال عملية الأوزون التي تقلل من الملوثات العضوية لإنتاج أغلى أنواع الكافيار في العالم. التجمل بالكافيار. الكافيار من أغلى العلاجات التجميلية، حيث يزيد سعر العلاج الذي يحتوي على بيض السمك أو كما يطلق عليه اللؤلؤ الأسود عن 300 دولار. يذكر أن الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي تحافظ على نضارة بشرتها عبر حقن الوجه بخليط من مستحضر الكافيار، لكونه يحسن من خلايا البشرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة عليها ويمنع تكون التجاعيد. ويزيد الكافيار مناعة البشرة ويحارب البثور ويغذي الوجه، وهو أفضل بكثير من البوتوكس الذي لا يدوم أكثر من 4 أشهر. يحقق الكافيار هذه النتائج على الوجه نتيجة احتوائه على البروتينات والأملاح المعدنية بنسب عالية. محظوظ هو الشخص الذي يحصل على كمية قليلة من الكافيار لتناوله وتذوق طعامه الشهي، خاصة مع سعره المرتفع. لذا أخبرنا، هل تذوقت من قبل هذا النوع من الطعام؟